مرة طلعت من المسرح اللي بشتغل فيه قعد ساعة ونص ألف ومعرفتش أروح. صدق؟ أحكي بحيفة مثلاً بضيع. معلش البيوت زي بعض أو أنا بديش أتذكر المكان زي ما هو لسه اليوم موجود. أنا فلسطيني عايش في إسرائيل غصب عنك، وفي فلسطينيتي لا غير لا أنت ولا مية زيك تقدروا يزودوا عليها. إحنا عرب فلسطينيين عمانيين سوريين أردنيين، مهما كنا إحنا منضل عرب. يا سيدي يا أخي موقف الشخصي ما تزويش على كل الأحوال. على كل الأحوال على كل الأحوال لا ما هو أنا يعني أنا المزبوط الشخصي بلاش مظبوط يعني ما بعد عندي يعني كلام أقول ما عندي كلام أقول بس يعني بقول مستحي أنا خجلان وقرفان. جحيم يسمونه بلادا حينا يقال له الوطن، وغالبا يحمله الشخص مثل خيط من الأوسمة، زينة الضريح، جنازة الأمل. قيل إنه الوقت والمكان يتراءى مثل الحلم فيما يكون وهماً يتمارى فلا تدركه البصيرة ولا يطاله الكلام. لن تعرف ما إذا كنت سيداً في هذا الجحيم أم عبداً. ليس لك أن تقول باللغة، وما إن تقول بيدك حتى ينالك القصر. ففي الجحيم الذي لا تسبقه جنة ولا تلي أنت في المهب، مزاج الريح يعصف بك ومزيج الحرية يدفعك إلى التهلكة. هو عكا بحار وسماك وبنات وفلافل وسوق روايح وصور وأحمد باسل الجزار والمتحف وسجن المجانين والحارات العتيقة هذه الحلوة اللي فيها إلها ريحة رطوبة كل ما أنزل عكا بشمها. بلد كنت أموت عليها على عكا. لا أريد أن أكره، أوكي خلينا أقول أنا أحارب كرهي، لأن يعني الكره والحقد يقتل الإنسان بنظري أنا. أنت تستطيع أن تكون صاحب قضية دون أن تكره. أن هذه المشكلة تتعلق بمركز أوسع وخصوصا دولية أنا أملأ نفسي في طاقة من أجل تحقيق المعادلة، الحلم الكبير اللي هو عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، قيام دولته على ترابه وقدس تكون عاصمته. هذا اللي أنا بطالب فيه، والفلسطيني الموجود في المخيمات أن يكون له حق العودة إلى فلسطين. التطبيع هو أن تكون جزء من المؤسسة الإسرائيلية الثقافية. التطبيع هو أن تهادن وتهضم وتسمح في هضم حقك الطبيعي والشرعي لشعبك وحقوقك.